رحيم، المحاضرة الثانية بتتكلم عن التمويل بالمشاركة المنتهية بالملكية. التمرين ده بنشوف ازاي المشروع بيتم ما بين احد البنوك الاسلامية واحد العملاء، والمشروع ده مدته 7 سنوات. المشروع ده في البداية هياخد 3 سنين لعملية التشييد، بعد كده المشروع هيبتدي يستمر بصورة طبيعية. اعتبارا من نهاية السنة 5 هتبتدي إدارة المصنع اللي هي بتمثل العميل بدفع 4 مليون وحدة نقدية للبنك. الهدف هنا إن أنا نقص نصيب البنك من المشروع في رأس المال، وبعدين كل سنة في نهاية السنة اللي بعديها هنديله برضو 4 مليون وحدة نقدية، واللي بعديها 4 مليون وحدة نقدية، بحيث ان في نهاية السنة 7 هيكون المشروع او المصنع كله ملك للعميل. عندي طبعا المشروع هنا بيقول لي ان رأس المال الاجمالي 20 مليون وحدة نقدية. العميل اللي هو بيمثل ادارة المصنع بيخش ب8 مليون وحدة نقدية، والبنك بيخش ب12 مليون وحدة نقدية. طبعا 8 مليون و12 مليون بيديني المبلغ اللي هو 20 مليون. نصيب العميل مقابل العمل 20%، ونصيب العميل من صافي الربح طبعا هيتبقى من الربح 80%. العميل هيبقى نصيبه من 80% اللي باقيين 40%، والبنك نصيبه في الأرباح مقابل رأس المال 60%. خلي بالنا ان ال40 وال60 دول هي نسبة من 80% اللي متبقية. مدة سداد الاقساط زي ما قلنا 3 سنوات بواقع 4 مليون وحدة نقدية كل سنة. اداني برضو التكاليف والايرادات الكلية زي ما واضح، تكاليف 1.6 مليون وحدة نقدية، والايرادات 3.2، السنة اللي بعديها 1.3 مليون وحدة نقدية، والإيرادات 3 مليون، اللي بعديها 1.2 مليون وحدة نقدية، والإيرادات 2.5 مليون، وآخر سنة 1.4 مليون وحدة نقدية، والإيرادات 2 مليون وحدة نقدية. طبعا نسبة الذكاء 2.5%، والمطلوب كيفية توزيع الأرباح بين وبين العميل اللي هو بيمثله إدارة المصنع. طبعا ما ننساش إن المصنع ده بيتشيد في 3 سنوات، يعني عندي 3 سنوات مفيش فيها أرباح. البنك ليه 12 مليون، نسبته 60%، وما ننساش إن 60% دي نسبة من 80% اللي باقية. العميل داخل بحصة 8 مليون، يعني 40% برضو من 80% اللي باقي. النسب دي هتفضل ثابتة، وبعد كده هتبتدي في التناقص ابتداء من نهاية السنة 5. هيبتدي البنك يحصل أقساط من العميل متساوية في نهاية كل سنة، بحيث في نهاية السنة 7 العميل هيكون البنك هيكون استرد أمواله كلها. برضو ما ننساش ان احنا اتفقنا في الاول ان العميل بيحصل على نسبة 20% من صافي الربح مقابل العمل، وال80% الباقيين بيتوزع بين العميل والبنك حسب حصة كل واحد في رأس المال. طيب هنيجي نبص في الجدول ده، هلاقي عندي هنا السنوات من السنة 1 للسنة 7. حصة البنك في اول 3 سنوات زي ما هي 12 12 12، والعميل برضو زي ما هو، واتفقنا ان في اول 3 سنين ما بيبقاش فيه ارباح لان اساسا المصنع بيتشيد. ابتداء من السنة 4 برضو فضلت حصة البنك والعميل ثابتة زي ما هي. طيب لما نيجي نوزع الارباح بقى، اول حاجة هنشيل منها على جنب 20% مقابل العمل. 80% الباقيين من 20% البنك هياخد 60%،
جات منين 60%؟ دي قسمت 12 على 20. العميل هياخد 40% من 80. جات منين 40%؟ قسمت 8 على 20. السنة الخامسة حصة البنك زي ما هي 60%، والعميل خد 20% طبعا في الأول، والعميل حصته 40%. خلي بالك في نهاية السنة الخامسة العميل هيدي للبنك 4 مليون وحدة نقدية. فالـ4 مليون وحدة نقدية دي هتقلل من حصة البنك وتزود في حصة العميل. عشان كده لقينا في السنة السادسة حصة البنك بقت 8 مليون وحدة نقدية، وحصة العميل بقت 12 مليون وحدة نقدية. عندي هنا حصة العمل 20%، العميل بدل ما كان 60 بقى 40، لأن احنا قلنا من شوية ان حصته قل. جت منين 40 دي؟ قسمت حصته الجديدة اللي هي 8 على 20. البنك حصته بقت 60، زادت ليه؟ لأن هو ابتدى يزود حصته بالفلوس اللي دفعها للبنك. جت منين 60% دي؟ قسمت 12 على 20. في نهاية السنة السادسة هيجي العميل برضو يوم مدي قسط تاني للبنك قيمته 4 مليون وحدة نقدية. بالطريقة دي حصة العميل هتقل، البنك هتقل مرة تانية، بدل ما كانت 8 مليون هتبقى 4 مليون. وفي نفس الوقت حصة البنك هتقل، وحصة العميل هتزيد هتبقى 16 مليون. عندي 20% نصيب العميل مقابل العمل، 80% من 20% اللي باقية اللي البنك هياخد منها 20%. جت منين 20% دي؟ قسمت 4 على 20. 80% في 80% جت منين 80% دي؟ قسمت 16 على 20. طلع الناتج عندي 64%. برضو واضح ان هو في نهاية السنة السابعة هيبتدي العميل يسدد القسط الرابع والأخير. قبل ما نوزع الأرباح في شكل أرقام، الأول بنشوف الأرباح بعد الزكاة. بالنسبة للأرباح بعد الزكاة بقول إيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية في مكمل الزكاة. الأرقام عندي في السنة الأولى 3.2 ناقص 1.6 في مكمل نسبة الزكاة، تاني رقم ده 3 ناقص 1.3 في 1.5%، تاني رقم اللي عندي. السنة اللي بعديها 2.5 ناقص 1.2 برضه في مكمل الزكاة، وهكذا. في السنة الأخيرة الإيرادات 2 مليون ناقص 1.4 في مكمل الزكاة، بتديني الأرقام الجديدة بتاعة الأرباح اللي هي مفروض بعد الزكاة. طيب بعد كده هنبتدي نوزع الأرباح الجديدة دي اللي هي بعد الزكاة، هنوزعها حسب النسب اللي احنا حددناها في الجدول اللي فات. في السنة الرابعة طبعا أول 3 سنين كان في تشييد، ما كانش فيه أرباح. في السنة الرابعة الأرباح عندي 1.56 مليون وحدة نقدية. حصة العمل ثابتة مش هتتغير خالص، الرقم بيتضرب فيه 20%. حصة البنك النسبة اللي أنا طلعتها في الجدول اللي فات بضربها في 1.56%. حصة العميل 32% بضربها في 1.56%. المفروض الأرقام اللي تطلع دي لما تتجمع على بعض يطلع الناتج 1.56%. نفس الطريقة هاجي في السنة اللي بعديها هجيب الأرباح بعد الزكاة اللي أنا حسبتها في الخطوة اللي قبليها، هضربها في 20% حصة العمل الثابتة، هضربها في 48% حصة البنك، هضربها في 32% اللي هي حصة العميل. ونخلي بالنا إن في نهاية السنة الخامسة العميل هيسدد أول قسط للبنك اللي هو 4 مليون وحدة نقدية. فبالطريقة دي هتقل حصة البنك وتزيد حصة العميل. السنة السادسة أول حاجة شلت حصة العمل 20%،
شلت حصة البنك اللي هي أصبحت 32%، فوق كانت 48 دلوقتي بقت 32%. حصة العميل زادت، كانت فوق 32 أصبحت 48%. السنة السابعة طبعا في نهاية السنة الستة البنك هياخد حصة تانية قيمتها 4 مليون وحدة نقدية. السنة السابعة هناخد الأرباح، هشيل منها 20% مقابل العمل، هشيل منها 16% حصة البنك اللي هي متبقية. جت منين 16%؟ هنبص في الجدول اللي قبليها، هنشيل منهم 64% اللي هي أصبحت حصة العميل. بهذه الطريقة في نهاية السنة السابعة هيجي العميل يسدد للبنك آخر قسط ليه اللي هم 4 مليون وحدة نقدية، ويسمح المشروع بالكامل ملك للعميل. دي كانت حالة تطبيقية بتبين لنا ازاي المشروع بتتنقل ملكيته. بعد ما كانت موزعة الملكية ما بين البنك والعميل، أصبحت الملكية خاصة بالعميل.